شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول البريكس بمدينة كازان بجمهورية تاتارستان إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية. وقمة تجمع البريكس تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، السعودية، إيران. حيث ألقى سيادته كلمة تضمن تأكيد اعتزاز مصر لمشاركتها الأولى كعضو في تجمع بريكس والحرص الذي توليه لتعزيز الانخراط في آليات عمل دول التجمع. كما سلط السيد الرئيس في كلمته الضوء على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فعالية المنظومة الدولية. وقد التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش قمة تجمع البريكس والمنعقدة بمدينة كازان في روسيا الاتحادية. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة. حيث أكد السيد الرئيس أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد استعرض السيد الرئيس في ذات السياق الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكداً ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك على هامش قمة تجمع البريكس والمنعقدة بمدينة كازان بجمهورية روسيا الاتحادية. وقد استعرض الرئيسان مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مثمنين التطور الملحوظ والمحطات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين. وقد أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع الصين في العديد من المجالات والمشروعات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط وأهمية الوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية. كذلك التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع البريكس بمدينة كازان بروسيا الاتحادية. تناول اللقاء بحث مجمل القضايا وجهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.